أنا اسمي بيبا. هذا أخي الصغير جورج. هذه مامي بيب. وهذا دادي بيب. بيبا بيب. استعرناها من أجل عطلتنا. شاحنة التخييم بها كل شيء. هذا الزر يشغل الحوض. واو! وهذا الزر يشغل التلفاز. ماذا يفعل هذا الزر؟ لست واثقاً، ولكن لا تضغطي عليه قبل أن نعلم. هل الجميع جاهز للعطلة؟ أجل مامي بيك. إذن هيا بنا. سنذهب في عطلة بشاحنة التخييم. هذه الخريطة صعبة قليلاً. أبي، نحن لا نريد أن نتوه. لا تقلقي يا بيبا، أنا خبير في قراءة الخرائط. أوه، هذا غريب. هل تهنا؟ أجل. إنه الكلب الجد مع الكلب داني. مرحبا بيبا. مرحبا يا داني، لقد تهنا. تائهون، هل المتعقب معطل؟ المتعقب؟ أنت تقود شاحنة تخييم 3200، المتعقب أساسي بها. أهلا بكم في سيارة المستقبل. إذن هذا هو ما يفعله الزر. أين سنذهب اليوم؟ إن حاسوب الشاحنة يتكلم. ذكي صحيح، يساعدك الحاسوب لمعرفة طريقك. لكن كيف يعلم أين نريد الذهاب؟ تقولين له. أوه، مرحباً سيدة حاسوب الشاحنة. مرحباً. نحن ذاهبون في عطلة، أيمكن تحديد الطريق؟ أكمل في الطريق مستقيماً. أشكرك على المساعدة. على الرحب، فلتستمتعوا. بيبا بيج. مرحباً جميعاً. مرحباً جراند بابا بيج. مرحباً جراني بيج. بولي متحمسة لإجازتها مع بيبا وجورج. أهلاً يا بولي. أهلاً يا بولي. ببغاء بولي تقلد كل شيء يقال. ماذا يوجد في حقيبة بولي؟ هذا طعام بولي. جورج، فلتخمن ماذا تحب أن تأكل بولي؟ كعكة شوكولاتة. لا، ليس كعكة شوكولاتة. بولي تحب الحبوب. حبوب. أيمكنني إطعامها؟ أيمكن ذلك؟ أجل، من المهم ألا تعطي بولي طعاماً كثيراً. أجل جراند با بيج. جدي، أيمكنني إخراجها من القفص؟ أجل، لكن عليك غلق كل الأبواب والشبابيك حتى لا تطير بولي بعيداً. أجل يا جراند با بيج. إلى اللقاء بيبا. إلى اللقاء جورج. إلى اللقاء يا جدتي. إلى اللقاء يا جدي. إلى اللقاء يا جدتي. إلى اللقاء يا جدي. أتودين كوبا من الشاي؟ أتودين كوبا من الشاي. جورج أحضر حبوب بولي. جورج، هذه حبوب كثيرة. هكذا ستكبر بولي جدا، ثم تنفجر كالبالون. بوب. تنفجر كالبالون. ما هذه الضوضاء؟ مثلجات. مثلجات، مرحى. يا إلهي، نسي جورج إغلاق الباب. بيبا بيب. ما هو الزيت؟ الزيت يساعد المحرك ليعمل بسلاسة. وهل سينفد هذا الزيت؟ لا، هذه التحذيرات تعطيك بعض الوقت. لقد نفد الزيت. أوه، يا للهول. من حظي، لدي علبة زيت إضافية. أحسنت يا دادي بيج. ببساطة نقوم بسكب الزيت في فوهة المحرك. أوه. ما الخطب؟ لا يوجد شيء هنا، لقد اختفى المحرك. إنها الحمل الأم مع الحمل سوزي. مرحبا يا سوزي. مرحبا يا بيبا. لقد فقدنا محركنا الآن. فقدتم المحرك؟ أجل،
لقد اختفى كلياً. أود أن أساعد، ولكني لا أعرف شيئاً عن المحركات. قد تكون هذه مزحة، لكن هذا يشبه المحرك. أجل، تحديد جيد. محرك شاحنة التخييم في الخلف. انتهيت، إن هذا الزيت كافٍ. شكراً على المساعدة. على الرحب، استمتعوا بوقتكم. هل اقتربنا من الوصول؟ لأعلى التل القادم. لقد وصلتم لوجهتكم. مرحبا. وقت النوم. أين سوف ننام؟ أنا ومامي بيج سننام على هذا السرير. وأنتم الاثنان بالأعلى؟ ولكنه لا يوجد بالأعلى. شاهدوا ذلك. سقف شاحنة التخييم يرتفع لأعلى. شاحنة التخييم تشبه منزلنا الصغير. خلال العطلة ستكون منزلنا الصغير. بيبا بيج. جورج، لقد نسيت إغلاق الباب. بولي سوف تطير بعيداً. لا تقلقي يا بيبا، أنا متأكد أن بولي بالداخل. بولي ليست هنا. لقد فقدنا بولي. هكذا جدي وجدتي سوف يحزنان للغاية. ربما علينا تفقد الحديقة. انظروا، ما هذا؟ ترى ما الذي رأته مامي بيج بالحديقة؟ إنها بولي. لكن أبي، كيف سننزل بولي من أعلى هذه الشجرة؟ لا تقلق يا بيبا، سأنقذ بولي. تعالي يا بولي. أتود كوبا من الشاي. أوه لا، بولي حلقت لأعلى في الشجرة. يا إلهي، فلتحذر يا أبي كي لا تسقط من أعلى الشجرة مثل ما تفعل دوما. لا تقلق يا بيبا، سأكون حذرا. تعالي يا بولي. حبوب. أتساءل أين يذهب جورج. جورج أحضر حبوب بولي. بولي تحب أكل الحبوب. لقد أنزل جورج بولي من أعلى الشجرة. مرحبا. ما كل هذه الضوضاء؟ إن هاتف دادي بيج يرن. ماذا؟ مرحبا. جراني بيج. أهلا دادي بيج. أأتحدث إلى بولي؟ أجل، بالطبع. مرحبا بولي، أتحظين بإجازة ممتعة؟ مرحبا بولي، أتحظين بإجازة ممتعة؟ بيبا بيج. بيبا وعائلتها سيخرجون اليوم. دادي بيج أعد لنزهة. بيبا، جورج، أجهزتما أشياءكما؟ أجل، أنا سأحضر تادي. ديناصور. يجب عليكما الاعتناء بألعابكما. أجل أمي. أنتم جاهزون؟ أجل دادي بيج. إذن هيا نذهب. ديناصور. لقد نسي جورج سيد ديناصور. جورج، عليك الاعتناء أكثر بالسيد ديناصور. ديناصور. أجميعكم متأكد أننا لم ننسى شيئاً آخر؟ أجل دادي بيج. تادي، لقد نسيت تادي. أين تركت تادي؟ أنا أعتقد على طاولة المطبخ. بيبا، يجب عليك الاعتناء أكثر بتادي. تادي. نحن ثانية. جاهزون؟ أجل دادي بيج. هيا بنا. هذه منطقة التنزه. وصلنا. مرحبا. أحب منطقة التنزه هذه، إنها هادئة وآمنة. الحمار الوحشي زوي ووالدها سيد حمار ساعي البريد. أهلا سيد حمار وحش، أجلبت لنا البريد. لا توصيلات اليوم، إنه يوم عطلتي. ماي، لا
نقوم بنزهة للغداء. ونحن أيضا. لما لا نقوم بنزهة واحدة كبيرة؟ أجل. يا لها من نزهة رائعة. أيمكن لي وجورج أن نغادر الطاولة ونلعب مع زوي؟ أجل بيبا. زوي. بيبا بيك. بيبا بيك. بريد. إنه مرسل للآنسة بيبا بيك. هذه أنا. أمي، أيمكنك قراءته لي؟ بالطبع. إنه من الحمارة دلفين، صديقة المراسلة. ماذا تقول؟ بونجور بيبا، كومون سافا؟ أمي، لماذا تقولين هذه الكلمات المضحكة؟ إنها الفرنسية وتعني مرحبا، كيف حالك؟ ماذا تقول أيضا؟ سأساعدك. جيم لس برنسيس ات جوي افيك ميز امي. أبي الذكي. إنني خبير بالفرنسية. ماذا يعني هذا؟ ينظف دادي بيج نظارته كي يرى الرسالة بوضوح. لا فائدة، غير مفهومة. إنها تعني أنا أحب الأميرات واللعب مع أصدقائي. هذا ما كنت سأقوله. أريد أن أتحدث الفرنسية. يمكنك التحدث مع الحمارة دلفين. كيف؟ رقمها موجود بهذه الرسالة. بونجور، est-il possible que papa parle à Delphine؟ مامي بيك تتساءل أيمكن لبابا أن تحدث دلفين. مرحبا. بونجور. بونجور. ماذا أقول الآن؟ كومون سافا. كومون سافا. إلى اللقاء. أوفوار. أوروفوار. ماذا قالت؟ تحدثت الفرنسية. بونجور جورج، كومون سافا. تقول بيبا كيف حالك بالفرنسية. ديناصور. لا يا جورج، إن الفرنسية لا تكون هكذا. أنتم جاهزون؟ أجل دادي بيج. إذن هيا نذهب. ديناصور. لقد نسي جورج سيد ديناصور. أوه جورج، عليك الاعتناء أكثر بالسيد ديناصور. ديناصور. أجميعكم متأكد أننا لم ننسى شيئاً آخر؟ أجل دادي بيج. أوه تيدي، لقد نسيت تيدي. أين تركت تيدي؟ أنا أعتقد على طاولة المطبخ. بيبا، يجب عليك الاعتناء أكثر بتيدي. تيدي. نحن ثانية. جاهزون؟ أجل دادي بيج. هيا بنا. هذه منطقة التنزه. وصلنا. مرحبا. أحب منطقة التنزه هذه، إنها هادئة وآمنة. الحمار الوحشي زوي ووالدها سيد حمار ساعي البريد. أهلا سيد حمار وحش، أجلبت لنا البريد. لا توصيلات اليوم، إنه يوم عطلتي. نقوم بنزهة للغداء. ونحن أيضا. لما لا نقوم بنزهة واحدة كبيرة؟ أجل. يا لها من نزهة رائعة. أيمكن لي وجورج أن نغادر الطاولة ونلعب مع زوي؟ أجل بيبا. زوي، لقد أحضرت تيدي. وأنا أحضرت قردي. ديناصور. لدي لعبة أدوات النزهة، لنلعب النزهة. بيبا وعائلتها وصلوا منزل كلوي. مرحبا. أهلا بالجميع. مرحبا.
مرحبا بيبا وجورج. هذه كلوي ابنة عمي بيبا وجورج. لكن أين ابن عمنا الجديد؟ ها هو ابن عمكم الرضيع؟ أوه. ابن العم الجديد هو رضيع صغير. أوه إنه طفل جميل. أهي فتاة رضيعة؟ لا إنه صبي. أوه تمنيت لو كانت فتاة. أنا أيضا. جورج سعيد لأن الرضيع صبي. ديناصور. الرضيع صغير على اللعب بالديناصورات. جورج الطفل الرضيع لا يريد اللعب معك بل يريد اللعب معي أنا. بيبا إنه صغير جدا على اللعب بالكرة. لكن إن لم يستطع اللعب بالديناصور أو هذه الكرة ما الذي يفعله؟ إنه يأكل وينام ويفعل هذا. أنتي بيج هل يمكنني حمل الطفل؟ أجل إن توخيت الحذر يمكنك حمل ألكساندر. ألكساندر؟ هذا اسمه الطفل ألكساندر. يا له من اسم كبير على طفل صغير. إنه لطيف بالرغم من أنه صبي. أوه ما هي تلك الرائحة؟ ربما سنغير حفاضة ألكساندر. هذا مقرف. بيبا عندما كنت طفلة ارتديت الحفاضات. أنا لم أفعل. أمي ألعب مع جورج وبيبا بالحديقة؟ أجل. شكرا يا جدي. أوه ما هذا؟ انظر هناك وحش فظيع علي. وحش. هذا ليس وحشا إنه مجرد حلزون. أوه إلى أين ذهب؟ إنه يختبئ في صدفته. هذا هو مكان عيشه؟ أجل إنه منزله. انظر إنه يخرج ثانية. أهلا سيد حلزون. يا جدي هل سيد حلزون لديه سرير في منزله؟ أوه لا 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 يا بيبا. لو كنت حلزونا سأمتلك سريرا وأيضا طاولة وكرسيا وثلاجة وتلفازا كبيرا. جدي ماذا تأكل الحلزين؟ حسنا إنها في الغالب تأكل خضرواتي. أوه أوقف هذا أيها الحلزون الشقي. جدي أنا وجورج سنلعب كالحلزين. يمكن للسلال أن تصبح أصدافكما. الآن تبدوان مثل الحلزون الشقي. وأنا سوف أقوم بأكل كل خصي جرانبا بيج وأنهيه. أوه ابتعد عن خصي العزيز أيها الحلزونان الشقيان. وعندما يصيح بي جرانبا بيج سأختبئ في منزلي. سنضع أشياء في الصندوق وبعدها سوف ندفنه في حديقة المدرسة. هل ستكبر؟ لا يا سوزي ستظل في الأرض لسنوات عديدة. ما الأشياء التي نضعها في الداخل؟ مجلة. جميل جدا يا بيبا. موسيقى. جميل يا سوزي. لعبة. ناي. عملة. طوابع. جزرة. أنت تحبين الجزر صحيح ريبيكا؟ أجل. تلك الأشياء ممتازة لتعبر عن حياتنا اليومية. سيدة جزال كيف سيكون المستقبل؟ كيف تعتقدين أنه سيكون؟ أعتقد في المستقبل سأعيش على القمر. وكل أصدقائي سوف يأتون لزيارتي. وأنا سأقود صاروخاً فضائياً. مرحباً. الآن سنسجل رسالة للأشخاص في المستقبل. قولوا مرحباً بالمستقبل. مرحباً بالمستقبل. ربما أنتم تعيشون على القمر الآن.
وستذهبون في رحلة للمريخ وتتجولون بالأنحاء بالصاروخ. رائع. حان وقت الرحيل وجميع الأهالي وصلوا. أمي أبي، لقد صنعنا كبسولة زمن. دادي بيج، جئت في وقتك لمساعدتنا في الحفر. أجل بالطبع. مرحبا جميعا. مرحبا جراندبا بيج. مرحبا جراني بيج. بولي متحمسة لإجازتها مع بيبا وجورج. أهلا يا بولي. أهلا يا بولي. الببغاء بولي تقلد كل شيء يقال. ماذا يوجد في حقيبة بولي؟ هذا طعام بولي. جورج، فلتخمن ماذا تحب أن تأكل بولي؟ كعكة شوكولاتة. لا، ليس كعكة شوكولاتة. بولي تحب الحبوب. حبوب. أيمكنني إطعامها؟ أيمكن ذلك؟ أجل، من المهم ألا تعطي بولي طعاماً كثيراً. أجل جراندبا بيج. جدي، أيمكنني إخراجها من القفص؟ أجل، لكن عليك غلق كل الأبواب والشبابيك حتى لا تطير بولي بعيداً. أجل يا جراندبا بيج. إلى اللقاء بيبا. إلى اللقاء جورج. إلى اللقاء يا جدتي. إلى اللقاء يا جدي. إلى اللقاء يا جدتي. إلى اللقاء يا جدي. أتودين كوبا من الشاي؟ أتودين كوبا من الشاي. جورج أحضر حبوب بولي. جورج، هذه حبوب كثيرة. هكذا ستكبر بولي جدا ثم تنفجر كالبالون. بوب. تنفجر كالبالون. بوب. ما هذه الضوضاء؟ مثلجات. مثلجات. مرحى. يا إلهي، نسي جورج إغلاق الباب. لدينا وقود ومنفاخ ومغسلة سيارات آلية جديدة. أريد مصاصتين مثلجتين. بالتأكيد. مرآب الكلب الجدي يبيع الكثير من الأشياء كالمصاصات المثلجة. شكرا. وداعاً. وداعاً. أحب سيارتنا. وسيارتنا تحبنا أيضاً، صحيح؟ يا إلهي، توقفت السيارة. ماذا حدث؟ إنها لا تدور. أنا أعرف، سأتصل بالكلب الجد. هذا أنا الكلب الجد. ساعدني، لقد تعطلت سيارتنا. داني، لدينا مهمة إنقاذ. إلى الإنقاذ. إلى الإنقاذ. انظروا، ها هو داني والكلب الجد. مرحبا. الكلب الجد يعرف ما يخص السيارات. أهو شيء خطر؟ لا، لقد نفذ الوقود منك. ماذا سنفعل؟ لدينا وفرة من الوقود في مرآبي، سأسحبك. يسحب الكلب الجد سيارة بيبا إلى مرآبه. يملأ الكلب الجد سيارة بيبا بالوقود. شكراً أيها الكلب الجد. ها هما الحمل سوزي ووالدتها في سيارتهما. مرحباً بيبا. مرحباً سوزي، لقد نفد وقودنا والكلب الجد أنقذنا. واو، إن هذا مشوق. أراك لاحقاً. أراك لاحقاً. جورج، لم تنفخ بقوة كافية. أعرف طريقة لصنع الفقاعات. ضع العصا في الخليط ثم ارفعها ولوح بها. فقاعة. سوف يكون أفضل لو ركضت.
انتظرني. جورج يستمتع بالفقاعات وبيبا تستمتع بفرقعتهم. أوه، أحب الفقاعات. يا إلهي، انتهى خليط الفقاعات. لا يوجد خليط فقاعات. لا تقلقي بيبا، لدي فكرة. مامي بيج، أحضري دلوا من فضلك. حسنا، سأفعل. بيبا، أحضري صابونا. حسنا دادي بيج. جورج، أحضر مضرب التنس. دلو، صابون، مضرب تنس. ما الذي سيفعله دادي بيج؟ أولا أحتاج ماء. ثم صابونا. والآن أحتاج مضرب التنس. شكرا، شاهدوا هذا. رائع، رائع. دادي بيج صنع خليط الفقاعات. تعالوا جميعا. احذر دادي بيج كي لا تقع. سأكون بخير. بابا وجورج يحبان اللعب بالعشب الطويل. دادي بيج سيقرأ جريدته. يا له من يوم جميل للراحة. دادي بيج يحب ألا يفعل شيئاً. يا إلهي دادي بيج، تركنا الحديقة مهملة بعض الشيء. ماذا تقصدين يا مامي بيج؟ العشب يحتاج للقص. أوه، إنه يعجبني، يبدو كحديقة برية. أمي، أبي، تعاليا والعبا في العشب الطويل، هذا ممتع. حسناً، لنلعب جميعنا بالكرة المنقطة. أوه، إلى أين ذهبت؟ فقدت الكرة في العشب الطويل. الآن لن نجدها. ربما حان وقت قص العشب. أجل دادي بيج. سأجلب جزازة العشب، واثق أنها هنا في مكان ما. ها هي. دادي بيج وجد جزازة العشب. إنها قديمة وصادئة. ليس حقيقيا، ستقوم بقص العشب بسرعة. صادئة بعض الشيء. ربما نتصل بجرانبا بيج ونستعير جزازة عشبه. لا نحتاج لمكالمة أحد، علينا فقط الدفع بشكل أكبر. جزازة عشب دادي بيج ليست جيدة. أعرف، لنتصل بجرانبا بيج. مرحبا، معك جرانبا بيج. مرحبا بيج، أتساعدنا في قص بعض العشب الطويل؟ أوه، نعم بالطبع، سوف آتي في الحال. إلى اللقاء. أعتقد أن هذه وظيفة بيتسي. أيها الجد، لدينا بالفعل بطاطس كافية. لا يمكنك الاكتفاء من البطاطس أبدا. حسناً، لكن ضعي البطاطس بالفرن، سيصل الآخرون. أوهوهو، لدينا وقت كاف، ما زالت 11. بيبا وعائلتها في الطريق. ليتنا تحركنا مبكرا، سوف نتأخر. لا تقلقي مامي بيج، ما زال لدينا وقت كاف. نحن نتأخر دائما عندما نذهب لمنزل الجد والجدة. ليس هذه المرة، وجدت طريقا جديدا لنتفادى زحمة السير. أوه، لم أتوقع هذا. بيبا وعائلتها علقوا في زحمة السير. انظروا، ها هو الكلب داني ومعه جده أيضا. إن الكلب داني وجده علقا في الزحام أيضا. أهلا يا بيبا. مرحبا بيبا. نحن ذاهبون للغداء مع جدتي وجدي، نحن سوف نتأخر جداً. إنها الواحدة، لقد تأخروا كعادتهم. كيف هي البطاطس الآن؟ ما زالت تحتاج قليلاً من النضج.
هذه أنا جراني بيج. مرحبا بيكي، نحن عالقون بزحمة السير. لا تقلق، نحن متأخرون أيضا. الجد بالغ فيما يخص البطاطس. إلى اللقاء. المساكين عالقون في زحمة سير. يبدو أنه لدي وقت لإحضار بعض البطاطس. جراند بابيك، نحن نتحرك ببطء شديد، لن نصل أبدا لمنزل الجد والجدة. بيبا محقة، فلنجرب طريقا آخر. لكن لا توجد طرق أخرى. أنا أعرف. بيبا وجورج عند طبيب الأسنان ينتظران الفحص. الانتظار ممل جداً. هذه المجلة مسلية جداً، إنها عن البطاطس فقط. بيبا، جورج، الطبيب سيراكما الآن. مرحبا. هذا الدكتور فيل الطبيب. أهلاً بيبا، أكنت تغسلين أسنانك؟ نعم دكتور فيل. جيد، الآن من سيبدأ؟ أنا أولاً لأنني فتاة كبيرة. راقبني يا جورج. اجلسي هنا رجاءً. تمسكي. افتحي فمك من فضلك. أكثر من فضلك. الآن لنلقي نظرة. إنه يستخدم مرآة صغيرة لينظر إلى أسنان بيبا. آمل أنك لم تأكل الكثير من الحلوى يا بيبا. من الصعب الحديث عندما يكون فمك مفتوحا. أها، انتهينا. يا لها من أسنان نظيفة. ورثتها مني. أيمكنني الحصول على الشراب الوردي؟ أجل، لكن لا تبتلعيه يا بيبا، ابصقيه. جورج، حان دورك الآن. لا، جورج لا يريد أن يكون هذا دوره. يمكنك إمساك سيد ديناصور بينما يفحص طبيب أسنانك. ديناصور. سعيد برؤيتك يا سيد ديناصور. إنه ليس ديناصور حقيقيا، إنه من البلاستيك. تمسك جيدا. مرحبا جراند بابيج. بابا إيج. مرحبا بيبا، مرحبا جورج. جدي، ما الذي تفعله؟ أنا أزرع حديقة زهور. أوه. هذه البذور ستنمو لتصبح زهورا جميلة. أنا أضع البذور في الأرض، ثم أغطي البذور بالتراب. أوه، إلى أين ذهبت؟ إن البذور قد اختفت. هذا غريب، واثق أنني وضعت بعض البذور هنا. أجل يا جدي، رأيناك. لكنها ليست هنا الآن، إذن علي فقط أن أقوم باستخدام المزيد. كما كنت أقول، أنا ببساطة أضع البذور في الأرض. هناك طائر صغير يأكل بذور زهور جرانبا بيج. أي، ابتعد عن بذوري. إذن هذا سبب اختفاء كل بذوري. إنها في بطن هذا الطائر الصغير. طائران آخران يأكلان بذور زهور جرانبا بيج. أوه، انظرا. ما كل هذه الضوضاء؟ جراني بيج، الطيور تأكل كل بذور زهوري. سنطاردها لتذهب بعيدا. لا فائدة من مطاردتها، ستعود ثانية. انظروا، نحتاج إلى فزاعة. وما هي الفزاعة؟ الفزاعة هي رجل قش يخيف الطيور ويبعدها. يا لها من فكرة رائعة جراني بيج، سأصنع واحدة. هيا بنا جميعا. وداعا أيتها الطيور، نحن سوف نصنع فزاعة. هذا مخزن أدوات جرانبا بيج. سوف يكون هناك الكثير من الأشياء لصنع الفزاعة. أولا نحتاج إلى عودين خشب وخيط. سوف نجدها. دادي بيج يقرأ جريدته. يمكنكما أخذ الجريدة عندما أنتهي من قراءتها. حسناً. مرحبا. الآن يمكننا البدء بالرسم.
جورج المضحك. الأطفال الكبار لا يضعون أيديهم في الطلاء. جورج يحب الرسم بيديه. بيبا تحب الرسم بيديها. جميل جداً. أيمكننا الحصول على بطاطس؟ لم أطبخها بعد يا دادي بيج. هل أنت جائع يا دادي بيج؟ أنا لا أريد أكلها. شاهدوا هذا. ماذا يفعل دادي بيج؟ أوه. الآن من يمكنه إخباري ما هذا؟ إنها وردة. أبي الماهر. كنت أحب الرسم عندما كنت طفلاً. الآن أين هي أشياء الرسم القديمة؟ أبي، لما ترتدي هذه القبعة المضحكة؟ هذه قلنسوة تساعدني في التركيز على الرسم. الآن ماذا علي أن أرسم؟ خيار صائب يا جورج. سأرسم شجرة الكرز القديمة. ما هذا؟ إنه مسند يا بيبا، يحمل قماش لوحاتي. وما قماش اللوحات؟ إنه مثل الورق يا بيبا، لكنه خاص برسوماتي. هذا معجون وأسنان؟ لا يا بيبا، إنه طلاء خاص بالفنانين الكبار. الزرقاء فازت بسيارة لعبة. أحسنت يا داني. أيمكنني الحصول على تذكرة؟ شكراً بيبا، ما الذي تريدينه؟ رحلة المنطاد. أليس من الأفضل أن تفوزي بكعكة الشوكولاتة المنزلية؟ دادي بيج يحب كعكة الشوكولاتة المنزلية. الحمراء فازت برحلة المنطاد. مرحبا. ليصعد الجميع. هيا، كم عدد الركاب؟ 4. وأيضاً تيدي. ديناصور. أوه، وتيدي وديناصور، نحن 6. اصعدوا. أسرع يا دادي بيك، اصعد. أسرع يا أبي. لنربط الدعامة، سننطلق بأقصى سرعة. مذهل جداً آنسة أرنبة، لابد أنك قبطانة ماهرة. ليس حقاً، هذه أول مرة أقود فيها منطاداً. أوه. تمسكوا. الآنسة أرنبة تسخن الهواء في المنطاد لتصعد للسماء. إلى اللقاء. إلى اللقاء. أتريدون قراءة الخريطة؟ سأفعل. أمتأكد يا دادي بيج؟ أنا جيد جداً في قراءة الخرائط. هذه الخريطة صعبة قليلاً. هل نرتفع أكثر؟ أجل أرجوك، أعلى أعلى. المنطاد يرتفع أكثر في السماء. أين ذهبت السماء؟ لا تقلقي يا بيبا، نحن نطير بداخل سحابة. واو، السماء عادت مجدداً. مرحبا. منطاد كبير، منطاد كبير. يا أطفال، سوف نقيم سوقاً خيرياً. المال الذي سنجمعه سنشتري به سطحاً للمدرسة. مرحبا. على الجميع إحضار شيء للسوق الخيري. ماذا علينا أن نحضر؟ فلتحضروا لعبة قديمة أو شيئاً لم يعد يستخدم. مياو. لقد وصل الأهل ليأخذوا أطفالهم. وقت الرحيل. لا تنسوا ألعابكم القديمة للسوق الخيري غداً. تختار بيبا لعبة للسوق الخيري. بيبا، هل قررتي؟ فلتختاري لعبة واحدة. أجل، وهذا سيسدد ثمن سطح جديد للمدرسة. حسناً، أنا سأتبرع بالسيد ديناصور. سيد ديناصور هو لعبة جورج المفضلة. بيبا، لا يمكنك التبرع بسيد ديناصور. ألا يمكنني؟ لا. يا للورطة، أنا آسفة. ديناصور، هل تتبرعين بصندوقك الصغير؟ حسناً، الآن دورك يا أبي. ماذا؟ علينا التبرع بشيء للسوق الخيري. سأتبرع بهذه.
وجورج سيتبرع بالكرة. بما سوف يتبرع أبي؟ لقد عرفت، إنه التلفاز. ليس التلفاز. لا، إنه مفيد جدا. أنا أعرف خفاء أبي القديمان. لا، رائحتهما سيئة. عرفت، إنه كرسي أبي القديم. لكن هذا أثري. ما الذي يعنيه أثري؟ أثري تعني قديما جدا وقيما. لكن وجدته في سلة النفايات، إنه زهيد. سيساوي الكثير عندما أصلحه.